صباح الخير، لاباس عليكم؟ بخير، صحة لاباس. الوغ اليوم ان شاء الله غندير معكم طاجين ديال الغنمي بالسفرجل. الوغ السفرجل تنظن بان كلشي تيبغيه، كلشي تيبغي الطاجين ديالو، وتيجي رائع. وغنعطيه لكم بواحد الطريقه رائعه بزاف عاد. الوغ عندي هنايا واحد الكميه ديال اللحم غنمي. الوغ عندي المقادير، دونك غديروا الكميه اللي بغيتو ديال اللحم. عندي عويده تاع القرفه، هذه دابا باش غادي نصب اللحم. الوغ عندي عويده تاع القرفه، دونك عندي معلقه صغيره ديال البزار، معلقه غير صغيره ما تكتروش. عندي معلقه كبيره ديال سكنجبير، البزار معلقه صغيره وسكنجبير معلقه كبيره. عندي الخرقوم بلدي مع شويه ديال اللون. فوالا، عندي معلقه، نص معلقه صغيره ديال السمن، نص معلقه صغيره ديال السمن. عندي الزعفران شعره، الوغ هذا بالنسبه للحم. وعندي الملحه اكيد. فوالا، دونك غادي ندير ليه شويه تاع الماء وغادي نشرملو. ما غندير في الاول لا زيت، عندي بصله كبيره مشلضه رقيق، وعندي نص كاس ديال الزيت. دونك غادي نديرو بعدا يتقلى في هاد العطريه، غندير ليه شويه تاع الماء وغادي نديرو يتقلى في هاد العطريه. وعاد من بعد غادي نضيف عليه، غادي نعمر الماء عليه الجهد اللي غادي يطيب ليا اللحم، وحتى يدخلوا الطياب عاد غادي نضيف البصله والزيت. دونك فهمتوني؟ دابا غادي نقليه في هاد العطريه مع شويه الماء بحال هكذا. الماء ها هو عندي طيب، دونك غندير شويه غادي نخليه يتقلى. من بعد غادي نضيف عليه الماء الكافي لجهد الطياب، وغادي نخليه يطيب على بوطه مهيله. مني يدخلوا الطياب غادي نضيف البصله ونضيف الزيت. دونك هذه بالنسبه للحم. دونك انا غادي نردو دابا فوق البوطه ونقليه، دونك نتلاقاو باش نصوبوا السفرجل. دونك ومنين نضيف البصله والزيت غنضيف قبطه ديال المعدنوس، غير المعدنوس بوحدو غادي نضيفو على اللحم. الوغ هنايا غندوزو نصوبو السفرجل. دونك عندي السفرجل منقي، منقياه كله، محيده ليه القشره. دونك غناخد المقله اولا الطنجره اللي غادي نطيب فيها، وغادي نستف السفرجل بحال هكذا. الجهه اللي فيها هاد الحفره هي التحتانيه. بهاد الطريقه هادي كما تنديروا لا طاطا. دونك غادي ندير معلقه ديال الزبده، معلقه ديال الزبده. فوالا، غندير معلقه لاروب ديال ما عامراش ديال سكنجبير، معلقه كبيره ما عامراش ديال سكنجبير. غندير شويه البزار، شويه تاع البزار. عندي الزعفران حر، ندير شويه تاع الزعفران حر شعيرات هكذا. فوالا، ندير الملحه، الوغ عندي واحد
هذه ديال المزهر، هاد الخنيشة تاع المزهر ديال معطرة بالمزهر. عندي جوج معالق ديال المزهر، جوج معالق ديال المزهر. الوغ عندي القرفة، القرفة معلقة كبيرة، قياس معلقة كبيرة ديال القرفة. عندي واحد ربع معلقة ديال مسكة حرة، عندي بصلة محكوكة، بصلة محكوكة، كل شيء في مرة واحدة. اسمحوا لي دابا ناخذ غير السكر، وغندير جوج طوبات ديال السكر ديال اتاي، اولا الا عندكم القالب. دونك عندي السكر هذا، دونك ديروا قياسكم فوالا، وغادي نخوي عليه الماء طايب، يكون طايب الماء، يكون طايب الجهد اللي غادي يطيب ليا السفرجل. نتوما عارفين بان السفرجل دغيا تيطيب، دونك ما تكثروش، صافي هكذا. وغادي نغطي عليه وندير ليه بوطه مهيله ونخليه يطيب، بوطه مهيله. دونك هكذايا ها هو فيه كل شيء. دابا غادي نغطي وغادي نخليه على بوطه مهيله حتى يطيب. دونك هنايا من بعد ما اللحم دخل الطياب، دونك غنضيف البصله، نضيف الزيت، نص كويس، والقبطات المعدنوس، ونسقي بالماء طيب. نخليه دابا يكمل الطياب ديالو باش تلبب ليا ديك المريقة. دونك السفرجل ها هويا راه بدا تا هو تيطيب، طايب كاع، ماشي بدا تيطيب، طايب. دونك غادي نخليه غير يتشرب داك الميه ديالو اللي تيطلق، صافي، ونحيدو. دونك هنايا السفرجل ديالنا من بعد ما تيطيب واللحيمات تيطيبو، تيجي داك المريقه عاقده ومشرمله. الوغ ها نتوما شوفوا هنايا زوقت، درت طريف تاع السفرجل فيه اللوز مهرمش، واحد فيه الزنجلان بيض، واحد خليته خاوي. دونك وقدمت هذا، شوفوا المريقه كيفاش ملبه، تتجي رائعه بزاف، عاد وملبه مزيان، وتتجي واعره فريمون، تتجي طوب. الوغ جربوا ان شاء الله هذا الطبق هذا ديال السفرجل، لان سي سور بان ما غتندموش عليه، ما يمكنش، لان رائع بزاف بكل المقاييس، فريمون رائع بكل المقاييس. وهذا هو ها نتوما، وهادو اللي تيكونوا مزوقين باللوز ولا تيكون طعم اخر، فريمون تيكون فيهم مذاق اخر. وتنتمنى انكم تجربوه وبالصحه والراحه، وما تنساوش ما تبخلوش عنا بلا